إيش؟ يا حلاوة زومبي مزير. نعم. ويطق بع يخرب يا ولد اهجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ كلكم طيبين؟ اخوكم علي زارس معاكم، واليوم راح نلعب اول حلقة في مغامرات السيرفر اللي احنا فيه. طبعا احنا في حلقة سابقة شرحنا السيرفر وشرحنا الميزات والشغلات الهامة. السيرفر صراحة شباب كثير اقترحوا علي ان يكون السيرفر سيرفر خاص، يعني نقفل ما يكون سيرفر عام. انا نيت اني يكون عام، لكن اغلب الشباب انه ما يحبون ان يكون عام، لان الغالب في شباب يدخلون للاسف يخربون البيوت، يخربون كذا، يعني ما هم انه يلعب ويستمتع، هم انه يخرب على غيره، وهذا الشيء ما هو محبب. ف يعني افكر جديا ان يكون الاشتراك فقط لفئه معينه من الناس اللي والله ان اشوفها انها ناس كويسه ومهذبه، او انها حسب يعني يكون جاي عن طريق خويه او احد نعرفه، ما ادري، او نعملها كجيف اواي بحيث انها تكون جائزه او يعني منها قبيل. راح نفكر فيها ان شاء الله. عموما ما لكم في الطويلة، راح نروح ننزل اليوم طبعا عشان نبدأ تسجيل. حطيت الصباح لان ما شاء الله يعني زحمة. حنا زي ما قلت لكم السيرفر على ليفل النورمال، فالوحوش ما اقول انها اقوى لكن اكثر. لكن خلونا نطلع من هنا ندرع مش شوي. ايوه ما حد جانا، جمع لنا كم عظمة وندرعم وندرع طال عمركم. اوبا، يعني ما شاء الله، يعني هنا الحلقة الأولى الحظيرة كان فيها حصانين وخروفين، ما أدري بقدرة قادر تحول خنزير شلون ما أدري. عموما أنا حطيت البيت أو بيتي حطيته هنا في هذه المنطقة، ما حبيت انه يكون حاجة ديزاين كذا، وهذا حبيت انه يكون داخل جبل، يعني حاجة مخفية. اللهم حطيت لي سرير، غرفة فاضية، ودور ثاني، كم صندوق، سورس موية، وحطيت حديقة او زراعة ما شاء الله طلعت، يعني امداها تطلع. ف بس يعني ما سويت شيء، والان ان شاء الله اني بحاول اني ادخل كيفينج او نجمع لنا موارد، نجمع شيء عشان نبدا نبني. طبعا عندنا كذا هدف في السيرفر، يعني لا اجتمع الشباب او الشباب الصاملين اللي راح يكونوا اللي راح يستمروا معانا في السيرفر ان شاء الله، يعني راح يكون عندنا منطقه نسوي فيها كل الاشياء الجماعيه، يعني شغلات جماعية مع بعض راح نسويها. الشغل الجماعي ما في زيه، يعني مهما يكون. وراح نسوي منطقة ثانية بحيث ان راح نسوي منطقة ثانية بحيث ان تكون فيها جيمز او العاب، يعني حسب طلباتهم، يعني نشوف ايش اللي بيصير وسوي. عموما خلونا ننزل ونروح ندرعم نشوف وين نروح. طبعا بما ان البيت هنا طبعا مخفي زي ما انتم شايفين، شد الدجاجة ذي، فبنشوف منطقة كذا هنا ولا هنا وندخل فيها كيفينج. كل ما بعدنا كل ما كان احسن، لان دائما المناطق القريبة تكون مزحومة او ما شاء الله عليهم الشباب، ما حد يخليها يعني. فهيا بنا. فشوفوا حتى يعني هذا ماخذ من زومبي، يطلع الشكل مو تحفة الا فانتاستيك. طيب هيا بنا.
الجوع ضاربنا الجوع. يا سلام تكبرنا بعد. ابلع ابلع ابلع. اوكي والله هي وما هو كيفينج لكن كان مدخل على شيء. نقول بسم الله نبدا نحفر. خلينا نحفر لا لو عسى. نقول بسم الله. اوكي يلا حظنا طلعنا فحم من اهم الاشياء اللي في ماينكرافت. الفحم ما نعيش من دونه. يلا 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 يلا. طبعا اللعيبه الجدد مساعدينهم احنا نعطيهم كت ايرون ف يعني عده كامله يعني بحيث ان عارفين من الصعوبه ان الواحد بالبال ما يجمع على هالوحوش اللي موجوده حيكون مساله صعبه يعني على اساس ان يطلع ويجمع ويحفر وينفر. بسم الله نبدا ندلع على تحت راح نوصل منطقه معينه وبعدين نشوف وين نوصل له. طيب 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 شغل زين. شمع حفر زياده. يطلع لنا زومبي يطلع لنا فستق نشوف ايش يطلع لنا. اهم شيء يطلع لنا موارد. يطلع لنا دايموند يا زينك يا دايموند. طبعا واحده من الاهداف اللي حاطينها هنا يعني كشغل جماعي يعني بيننا وبين الاعضاء ان نحاول نخلص اللعبه. هي اساسا سيرفر يعني اساس اني ودي العب ماينكرافت اللعبه الاصليه طبعا بالسرفايفر بس بدل ما يلعبها سنجل بلاير يلعبها نلعبها كلنا يا جماعه وده يخلصها ف يشاركنا في الشيء هذا فبيكون شيء جميل وشيء حلو يعني ما راح نقول لا بالعكس راح نكون مبسوطين جدا بمشاركتكم ومغامرتكم معنا. طيب احنا دعمنا ونزلنا لحد الحين ما في اي شيء ما لقينا الا فحم لكن مع ذلك عندنا ال احفر 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 احفر. يا سلام ولقينا فحم ثاني منطقة الفحم. لا جبت معاه ما سويت لحد الان بوكت موية او لا سمح الله طلعت لي لافا الله يحرف فيها. يلا 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 يلا. يا سلام يا سلام يا سلام. لا منطقة تبشر بالخير. شمع واحفر. هذه منطقة تبشر بالخير. حلو حلو. هل من مزيد؟ يلا يلا اعطونا ليفل. اهم شيء لا يقبل علينا الليل احنا قاعدين نسردح نمردح. طلع لنا كريبر ولا مع ان احنا ملغين شغلة الكريبر انه ينفجر يأثر في البيوت وكذا يعني لان اللعبة اصلا هنا شوي فيها صعوبة فما حبينا يعني مرة نسخها. طيب يلا يلا ننزل زيادة نشوف وين نوصل.
الحين طالع ماركم. اوكي باقي لنا واجد، باقي لنا واجد والفاس. الفاس 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 الوضع ما جبت معي فاس ولا جبت معي، ما جبت معي خشب للأسف. طيب مو مشكلة، نجمع اللي نقدر عليه الحين. يلا يلا يلا، أنا ما أدري ليش مستعجل لكن كله فحم فحم. طيب خلونا نطلع نجمع لنا شوية خشب ونرجع نرجع لمكاننا. أنا ليه حابر كذا؟ طيب يا سلام، يلا في الوقت المناسب لو نطلع. طيب نطلع نجيب خشب ونرجع لكم. اوكي الخشب الخشب وينك يا الخشب، الخشب الخشب وينك يا الخشب، الخشب الخشب وينك يا الخشب. طيب حصلنا خشب كريبر وكل اللي يحبه قلبك. نعم ويطق بعد يخرب يا ولد اهجد يا 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 اقول البز طقني يا حليله. هذا اول مره اشوف هذا، هل ضافوه بالابديت الجديد ولا ايش؟ جاك ابوهم الفزيع. تعال تعال يلا يلا بس بس يلا نلعب. شوفوا يعني هنا المشكلة اني بفطس. يلا 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 اخلص اخلص علي اخلص علي يلا يلا درعب. 600 مليون الظهر كل الجنون راح يجيب فدرء للمشاكل. يو 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 اح احلى سبايدر اح. يلا 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 حط رجلك حط رجلك شوي شوي حط رجلك. وين نروح وين نروح؟ والله صراحة أقول ننزل تحت طال عمركم. واوتش يعني جد يعني الوضع سنبتيك. أنا إيش كنت بسوي؟ أقول لا يطلع لي شيء هنا بعد، ما ماني بناقص. أنا مش ناقص مش ناقص مش ناقص. يرسب لي بعد هنا شيء ما لها داعي.
عموما اخذنا كم خشبة حط طال عمرك كرافتنج تيبل. وش نبغى حنا؟ خلينا نسوي لنا نسوي بكاكس نسوي اثنين. طيب اهو يا شين الزفت الطين هذا يعني اكرهه. لعل وعسى نطلع بشيء. ما نزلنا صراحة كثير لكن ليش لا نجرب. واو واو اعتقد وصلت ربي. يا سلام يا سلام يا سلام. شو الاكتشاف هذا؟ حلو 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 شغل حلو. لحد الحين المواضيع طيبة. اسهل طريق انك تنزل. عموما الديرت يعني كذا لكن ما هو قضية. طيب شمع 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 يا ولدي شمع. طلعنا بعد درمان هنا. طيب ايش اخر المشوار؟ ايش رايكم نطبس في الموية نخربها؟ ايش رايكم؟ طبعا اذا مت ما راح تروح الاغراض ف ندرعم. في زومبي في بشكة. طيب انا اقول خلونا نخلص اللي هنا صح. ناخذ الاشياء المهمة. ناخذ الموارد اللي نبغاها و ايوه حفر حفر حفر. الحين ما حصلت دايموند الا اول اللعبه اول ما بديت. طيب فحم ما شاء الله. ايش رايكم الحين؟ انا كابلستون زحمة عندي وخاطري انزل هنا بصراحة. ما ادري كذا جايب خاطري اني انزل. ايش رايكم نسوي البيت هنا بس؟ احد سواها؟ طيب يا كثر الحق. طيب شيل هذه بس كنا ضيقتني وحط شمعة عن الرسبنة.
طاحت. طيب انا الحين اجيت من وين؟ من فوق. طيب اوكي الحين سوينا در، خنروح اول شيء ناخذ كرافتنج حقتنا. اوكي وش قلتوا؟ ندرعم مع المويه، ندرعم، نغامر، نخربها، نخربها يا شباب. يلا نخربها، ليش لا؟ نسوي شوية ضمانات. اوكي نقول بسم الله. الوضع لحد الحين سليم. دقيقة ثانية نشوف الموضوع هنا في شيء في خطأ، نحس انه فيه ان شاء الله انه ما فيه. كويس كويس حلو، ما في خطورة، نزلنا بالسلامة. شيء حلو، شيء جميل، شيء رائع. موارد الهبل راح نطقطق هنا طول الليل او طول النهار، او انا ما عندي ساعة الحين، ساعة الماينكرافتية عشان اعرف. يلا يلا يلا. طيب جمعنا هالموارد. طيب الحين احنا وين؟ هنا كنا في بعد كنا سحر شكون. طيب انا احتاج كوب الكلاب هذا اللي عشان نسوي باكت. شيء اساسي صراحه في اللعبه اللي هي الكيفنج، لازم نسوي الاكل عشان المواضيع ما تصير صعبه علينا. طيب ايش اللي ناقصنا؟ قلنا ال خليها ما يحتاج. كمان طيب نسوي البوكت. اي ابويا معايا انت
فقلت جايك جايك جميل 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 جدا. أنا شايف غيره. لا 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 انفجر بعيد عني. يا سلام فطر. هذا يا ساتر من وين طلع؟ شكله جاي من فوق. ناخذ الفطر. طبعا هنا عندنا اوبسيديان نجي ناخذه بعدين. صراحة الجولد ما عليه القيمة مرة. خلينا ناخذ اهم شيء. ما ادري احس ان الايرون من اهم الاشياء اللي موجوده في الجيم صراحه. الايرون مهم مهم جدا 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 جدا. بغينا. طيب بما ان احنا وصلنا الليفل صاك مكمل على تحت. ناقص اي نوع من الرسمنة او من الغدرة. اتوقع احنا الان ممكن ننزل زيادة. ممكن anyway. انا اختم الحلقة اليوم هنا وان شاء الله اكمل معاكم. انا راح اكمل كيفينج وان شاء الله بعد ما جمع لي الموارد وكذا نرجع بحلقة ثانية تكون فيها فائدة. يعني هذه حلقة أولى ما فيها إلا تجميع طقطقة بس. ما عندي شيء. الحلقة الثانية إن شاء الله تكون فيها فائدة ونبدأ بداية فعلية إن شاء الله. فنشوفكم على خير. تحياتي لكم جميعا. أخوكم علي سالس. يلا سلام عليكم. هلا شباب شلونكم؟ توني ختمت الحلقة معاكم بس توني حفرت هنا اللي يطلع لي دايموند. يعني صراحة شفتوا الحظ كيف؟ والله حظ جميل يعني صراحة. يعني ختامها مسك طلع لي دايموند يا حلاوة يا حلاوة. كم انت لكي. راح اختمت وجيهكم احلى وجيه. طلع لنا هالدايموند الحلو. حبيت اني اكمل بس المقطع الصغير هذا عشان تشوفون الحظ الحلو. فهذا هو الدايموند. واحدة اثنتين اربعة تقريبا اربعة. فما عندي الان ايرون فبروح اطبخ الايرون واعمل بيكاكس ايرون بعدين اجي اشيله. يلا اشوفكم على خير حبايبي. السلام عليكم.